السلام عليكم. قصة اليوم يا الحباب إنسانية غريبة. واحد كان خدام مع شي جمعية ديال مرضى القصور الكلوي، باع لي زاباري باش كيصفيو الدم، باعهم لشي واحد آخر حتى هو تشد معاه والمحكمة حكمات عليهم اليوم. عائلة المتهمين بجوج اللي معتقلين في سجن بوركايز ناحية فاس بكات على الحكام اللي صدر في حقهم، وكان ربما مخفف حتى كل واحد منهم بعام ديال الحبس، وباش يرجعوا مبلغ الآلتين اللي سرقوا تضامنا وأداء تعويض مدني للجمعية. ماشي المهم الحكام اللي صدر اليوم عن غرفة الجنايات الابتدائية في فاس، إنما المهم كيفاش بنادم يسمح لراسو يبيع شي حاجة ماشي ديالو بداعي أنه محتاج للفلوس، وما شافش بلي يقدر يساهم في موت بزاف ديال الناس. شنو ذنب الناس المرض اللي كيديروا التصفية ديال الدم أي الدياليز ملي جو واحد الصباح باش يديروا الحصة ديالهم وما يلقاو حتى أثر الماتريال اللي اعتادوا يصفيو به؟ أكيد حياتهم غادي تكون خطر. وهذا الشيء اللي وقع في هذه الحالة. الجمعية كبدات وقلبات بالطرق ديالها على تمويل ذاتي وبالدعم باش تشرات ديك الماتريال. هادشي كله باش تساعد الناس الفقراء اللي مرض بالقصور الكلوي في ديك المنطقة، وتقدم لهم المساعدة اللازمة وحصص التصفية اللي محتاجين لها. هادشي وقع ناحية اقليم الدريوش في المنطقة الشرقية، ملي تفاجأت ديك الجمعية اللي منخرطين فيها المرضى باختفاء جوج آلات لتصفية الدم المقر ديالها قبل ما تكتشف بلي داك التقني المستخدم عندها باعهم لشي واحد آخر. الخطير والمؤلم أن المستخدم باع الماكينات بجوج غير بربعة المليون، في حين أن الثمن الحقيقي ديالهم كيفوق 24 مليون. إيوا شفتوا العمية، وقال لك باش يحل المشكل المادي ديالو. إيوا والمشاكل ديال هاد الناس مساكن الأمراض، شاف مصلحته ماشي مصلحة المرضى، خاصة أنهم من أسر فقيرة وكانوا كيعتمدوا على الجمعية باش يديروا التصفية. ما عندهمش منين يجيبوا فلوسها الغالية حيث ما فحالهمش وزايد بايع عليهم الماتيريال. التقنية كان مستخدم عند الجمعية مقابل 4000 درهم كل شهر كياخدها منها. هاد التقني ملي سمعت له المحكمة أمام قضية التحقيق وفي البحث التمهيدي قرب كل شيء. قلب لي باع الماكينات بجوج باش يحل المشاكل المادية ديالو. أما المتهم الثاني فنما فيها شراء ديك الماكينات وتحدث على شي دين كان كيتسالو للمستخدم وعطاه له في الشيك. المهم وبغض النظر على شكون الرواية اللي قدرت تكون صحيحة وشكون الغلطة، فالمسؤولية مشتركة وهما بجوج كيتحملوا المسؤولية. والله يهدي ما خلق، كيف سمحت لهم نفسهم وضميرهم باش يبيعوا ماتريال مخصص للفقراء والمحتاجين. رئيس الجمعية حضر بدوره جلسة اليوم وانتصب طرف مدني في الملف مواجهة المتهمين بجوج، وسمعت ليه هيئة المحكمة وأكد الشكاية دياله اللي كانت سبب في المتابعة ديالهم بعد الاعتقال ديالهم بجوج. هما دابا راهم بسجن بوركايج، العقوبة ديال عام غادي تتسالى ويدوزوها، لكن العقاب ديال الله أكيد غيكون أكبر حيت سبوا بجوج في حرمان المرضى ديال القصور الكلوي من الحصص.